بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجزء الرابع من كاتاليتيك ريدكشن، وكنا قلنا طبعا ان احنا هنستخدم كاتاليست. نوع الكاتاليست اللي هنستخدمه النهارده هو راني نيكل كاتاليست، وراني نيكل ده عباره عن فاين جرين سوليد كومبوزد اوف نيكل درايفد فروم نيكل الومنيوم الوي. يعني بنجيب سبيكه النيكل الومنيوم وبنفعلها مع صوديوم هيدروكسيد، فالصوديوم هيدروكسيد بتفاعل مع الالومنيوم وبيسيب النيكل على شكل باودر او سسبنشن موجود في السوليوشن بتاعنا، بنفلتره فبنحصل على الباودر اللي بيكون موستلي من النيكل. فلو خدنا مثال على الريدكشن باستخدام الراني نيكل، طبعا RA شرطة NI ده اختصار لرمز الراني نيكل. فناخد المركب اللي معانا ده، المركب ده طبعا فيه تنفسل، طبعا هنا البوزيشن ده بيتا ونقدر نسميه 2 نفسل عشان بنعد 1 2 3 4. والمركب ده مهم في صناعة الدايز. لو فعلناه مع الراني نيكل وهيدروجين طبعا عندي 80 درجة سيليزية و5 اتموسفير، فبينتج لنا المركب ده. والمركب ده طبعا تترا هيدرو نفسول، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 5 و6 و7 8 تترا هيدرو، 2 نفسول، وده بينتج بنسبة 86%. بقية النسبة بتكون ان بيحصل ريدكشن للحلقة اللي عليها الـ OH، وتفضل الحلقة البعيدة زي ما هي. يعني بينتج لنا المركب ده كماينور برودكت، وده طبعا بيكون 1 2 3 4 تترا هيدرو 2 نفسول. لو خدنا المثال التاني، المثال التاني هو بنزايل سيانايد، تمام، برضو هنعمل له ريدكشن هيدروجين في وجود الراني نيكل. هيتحول المركب ده، المركب ده اللي هو بيتا فينايل ايثايل امين، ادي الايثايل وادي الالفا وادي البيتا، يبقى بيتا فينايل ايثايل امين. كمان من التطبيقات المهمة للراني نيكل هو دي سلفورايزيشن، ان احنا نقدر نعمل بيها ازالة للسلفر من المركبات. ولو خدنا مثال، فلو خدنا المركب اللي قدامنا ده، ده اسمه سايوفين، هنعمله برضو كاتاليتيك هيدروجينيشن باستخدام الراني نيكل. على طول هيزيل السلفر، فيا اما يدينا 1 و3 بيوتادين او يدينا يعمل فيرزر ريدكشن ويدينا بيوتين. ولو خدنا مركب تاني